السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، طغت في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مستوى الغضب الشعبي مسألة المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقضية الأولى لدى المسلمين. طغت بعد عدة انتهاكات متتابعة من الكيان الصهيوني المحتل، أثارت ضجة غضب وأثارت تساؤلات عدة عن المسجد الأقصى وأهميته، وما الذي يجري الآن، وما تاريخ المسجد الأقصى لدى المسلمين، وما أهميته، ومن عدة نواحي. لأجل ذلك معنا في حلقة خاصة وعدة حلقات إن شاء الله خاصة معنا ومعكم الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العويسي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة صباح الدين زعيم باسطنبول، وأستاذ العلاقات الدولية بعدة جامعات عالمية أخرى، ومؤسس المشروع المعرفي لبيت المسجد الأقصى. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم. الله يكرمك، تشرفنا. الله يكرمك. بداية دكتور، ما الذي يجري الآن بالمسجد الأقصى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سؤال كبير ومهم، ما الذي يجري في المسجد الأقصى هذه الأيام؟ إن أردت أن ألخص ما الذي يجري في المسجد الأقصى أستطيع أن أقول هو زيادة وتيرة العدوان على المسجد الأقصى. لأن المسجد الأقصى احتل في عام 1967، ومنذ ذلك الوقت وهو تحت الاحتلال الصهيوني. صحيح. هذا الاحتلال هو جوهر المشكلة. لو لم يكن هنالك احتلال للمسجد الأقصى ولبقية الأرض المقدسة لما كانت هنالك مشكلة أو أزمة. ومع الأسف الشديد أن الأمة تفيق ثم تنام. كلما حدث حدث في هذه المنطقة تفيق الأمة ثم مع الأسف الشديد ترجع تنام. وحتى نفهم ما الذي يجري الآن علينا أن نعود إلى الاحتلال عام 67. العدو الصهيوني له هدف وحيد، الهدف الأساسي هو هدم المسجد الأقصى. هذا الهدف لا يخفونه. صحيح. حتى قبل تأسيس دولتهم، الهدف الأساسي والمحوري لاحتلال المسجد الأقصى أنه يكون مقدمة تؤدي في نهاية المطاف إلى هدم المسجد الأقصى. ولهذا أنا قلت في البداية ما يحدث هو تصعيد لوتيرة العدوان على المسجد الأقصى المبارك. عندما دخلت قوات الاحتلال في عام 67 بدأت التنفيذ العملي، التخطيط موجود. صحيح. هم يخططون، نحن لا نخطط، الحمد والشكر لله رب العالمين. بس الله يتوب علينا. آمين يا رب. وعلينا أن نتعلم. اللهم نعم. هم خططوا، فعندما حدث الاحتلال بدأوا ينفذوا. فبدأوا بتهويد للمنطقة، سواء من خلال هدم حارة المغاربة. صحيح. هذه الحارة التي بنيت مباشرة ملاصقة لحائط البراق الشريف، بنيت تلك الحارة وأسكن بها مسلمين من شمال إفريقيا، ما يسمى بالمغرب العربي الكبير. فأول بعد أيام، يومين أو أربعة أيام، أنزلوا الجرافات وهدموا هذه الحارة بشكل كبير جدا. فكان هذه البداية، إزالة المعالم الإسلامية. من أيضا ما حدث في المسجد الأقصى أنهم بدأوا بتهويد الأسماء. مثلا هم يستعملوا جبل الهيكل بدل أن يقولوا المسجد الأقصى المبارك. وللأسف حتى كثير من المتصهينين العرب والمسلمين يستعملوا مثل هذا المصطلح مع الأسف الشديد. ثم بدأت الحفريات، ثم بدأ الاعتداء والعدوان وحرق المسجد الأقصى، حرق المنبر الذي أحضره نور الدين زنكي. صحيح. الذي بناه، أمر ببنائه نور الدين زنكي، ثم جاء صلاح الدين وأحضره في يوم التحرير. وهذا المنبر يمثل جيل التحرير من في فترة الحروب الصليبية. نعم. فكان لابد من حرقه وهدمه. نعم. إذن نعم دكتور، هو الانتهاكات فعلا متكررة، لكن إن شاء الله حضرتك وعدتنا حلقات متكررة لنا الانتهاكات من أولها إلى آخرها. لكن السؤال الآن، يعني قضية إغلاق منع الأذان، قضية البوابات اللي تعرق لدخول الناس للمسجد الأقصى، هذه القضية بدأت اللي أثارت ضجة الآن. هذه جزء
من تصاعد الوتيرة. يعني أنا فقط أريد إخواننا وأخواتنا والمشاهدين الكرام أن يعرفوا على أن هذا العدوان هو تصاعد الوتيرة ليصلوا إلى هدفهم النهائي. وطبيعة الحال الصهاينة يدرسوا، وأنا في مجال العلاقات الدولية يدرسوا حالة المنطقة، فكلما يعني لا سيما بعد الانقلاب العسكري في مصر، ولا سيما ما يحدث في سوريا والمجازر التي تتم في سوريا، وما يحدث الآن في المنطقة العربية، الموضوع في الأزمة الخليجية، فبالنسبة لإسرائيل هذه هي أجمل فترة. صحيح صحيح. أن تضرب ما تقولونه في مصر ضربة للمعلم. أن تضرب ضرب، هذه الوقت المناسب تماما لهم أن يفعلوا. ولن تجد أحدا مع الأسف الشديد من العرب ومن المسلمين يقول شيء، بل مع الأسف الشديد في العدوان الأخير على المسجد الأقصى رأينا علماء وسياسيين يبرروا للأسف. صحيح. مع الأسف الشديد. صحيح. هذا العدوان على المسجد الأقصى ويعطوا لماذا؟ لأن إسرائيل وجدت الوقت المناسب. ما يحدث الآن هو تصاعد في وتيرة العدوان. إسرائيل منذ فترة تفكر بشيء أسمته التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، يعني عايزين نقسم الزمان، أنتوا إلكوا وقت وإحنا إلنا وقت، يعني الصهاينة يدخلوا في وقت فلا يعترض عليهم أحد، ثم بعد ذلك المسلمين يدخلون في أوقات لا يعترض عليهم أحد، ثم التقسيم المكاني. إيش التقسيم المكاني؟ طبيعة الحال التقسيم الزماني هذا فعلوه مع الأسف الشديد، في موافقة بين المسلمين والصهاينة، يعني هذا وقتكم وهذا وقتنا، من ما لكم من الفجر إلى السابعة والنصف، بعد السابعة والنصف تتركوه إلى الحادية عشرة، بعد الحادية عشرة نترك لكم لصلاة الظهر. اللي بيقيم على عملادي كلها اليهود مع الأسف، هم الذين يتحكمون في هذا الأمر، وبالتعاون مع الأنظمة العربية. نعم نعم. إن أردتم نعم. نفسر صحيح. بهذا صحيح. بالتعاون مع الأنظمة العربية مع الأسف الشديد في هذا الأمر. صحيح. ثم عندنا التقسيم المكاني. تقسيم المكاني كما يقول إخواننا في مصر، حتى إلكم وحتى إلنا. يعني عندنا مسجدكم كبير يا جماعة، 144 دنم، يعني مساحة كبيرة كده، ودول اليهود الغلابة مكان إنهم يصلوا. عملية تسطيح القضية مع الأسف. فحتتكم أنتم جزء إلكم وجزء إلنا، هذا حقيقة هو المخطط. جاءت الأحداث الآن في 14 من هذا الشهر، جاءت الأحداث، فاليهود جاهزين. نعم. جاهزين، اغلقوا المسجد الأقصى. تم إغلاق المسجد الأقصى ومنع الأذان يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات في المسجد الأقصى. نعم. وهذه المرة الأولى. 10 مرات متتالية منع الأذان 10 مرات. طبيعة الحال منع في احتلال 67. نعم. هذا ما بعد 67، أن يمنع الأذان، أن يمنع صوت بلال أن ينطلق من المسجد الأقصى 10 مرات. صلاة بعد يوم الجمعة كان صلوا الفجر المسلمين في المسجد الأقصى، ثم من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يوم السبت كاملا 5 5 و4 9، ثم يوم الأحد صلاة الفجر لم يصعد الأذان ومنعت صلاة الجمعة. منعت صلاة الجمعة. هذا حقيقة المفروض أن يستفز، لا يستفز الفلسطينيين لوحدهم. صحيح صحيح. لأن هذه القضية ليست للفلسطينيين. منع الأذان هذا مكان آية في كتاب صحيح الله كما صحيح. تفضلتم. نعم. في المقدمة مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبد أن يهم جميع المسلمين. فهذا الذي حدث استفز أهلنا المرابطين والمرابطات في داخل المسجد الأقصى، ووجدوا على أنهم لابد أن تكون لهم وقفة عز. وأنا هنا أقول أن قدر الله تبارك وتعالى لأهلنا في بيت المقدس، قدرهم أن يكونوا رأس الحربة، أن يكونوا طليعة الجيش الذي يقدم كل ما يملكون
من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى. هم يعرفون أن هذا قدرهم، وبالتالي هم قرروا عندما يوم الأحد رفعوا ووضعوا هذه البوابات الإلكترونية، قالوا لن ندخل. إحنا وين؟ وين رايحين؟ نحن رايحين على مسجدنا، رايحين. الواحد لما يروح على بيته، لما يروح على بيته بده إذن، يستأذن من الصهاينة يدخلوا بموجب. فقالوا لن ندخل المسجد. بالمناسبة خلال هذه العشر صلوات التي أو التي منع الصهاينة دخلوا، ساحوا في كل، لا نعلم ما الذي فعلوه في داخل المسجد الأقصى، ماذا سرقوا، ماذا اعتدوا، ماذا وضعوا حفريات، ماذا وضعوا، ماذا وضعوا، لا نعرف ماذا وضعوا في داخل المسجد الأقصى، لا نعرف ماذا سرقوا، لأن كما قالت الأوقاف على أن الأقفال وجدوها مكسرة، قبة الصخرة لوحدها حاسوا بها خمس مرات، لم يتركوا بئرا من أبوار الماء إلا كسروا الأقفال، ولا نعلم ما الذي فعلوه. وهنا هذا يتطلب على أن في الخطوة الأولى لابد أن نعرف ما الذي جرى في المسجد الأقصى قبل أن يدخل أهل الإسلام للصلاة في المسجد الأقصى. فهذا بعجالة، ما الذي جرى في المسجد الأقصى؟ صحيح. هو سريعا برضو دكتور، هو يعني حجة الصهاينة احنا ننقلها بس اللي قد يسأل مسلم، يعني حجتهم فأنه تم عملية قتل مستوطنين يهود محتلين طبعا، لكن بقول لك انه هذا مدني، يعني ايه الحجة عند الفلسطينيين عند المسلمين جميعا فأن يقتلوا محتل؟ يعني يحتاجوا لمبرر يعني. لعل انا بدأت في البداية وقلت المشكلة هي الاحتلال. المجتمع الصهيوني كله مجتمع عسكري، لا يوجد في المجتمع الصهيوني شيء اسمه مدني. كل المجتمع، كل من بلغ سن البلوغ هو جندي يعمل في دولة الاحتلال الصهيوني. لو لم يكن هنالك احتلال لا يوجد هنالك مشكلة. لا نستطيع أن نقول للمجتمع الصهيوني هنالك مجتمع مدني وهنالك مجتمع صهيوني. أنت بوجودك، لماذا أنت موجود على أبواب المسجد الأقصى؟ ما الذي يجعلك تقف على أبواب المسجد الأقصى؟ ليس لك مكان، هذا مكان خالص للمسلمين، أسفله وفوقه ومن تحته، هذا ملك خالص للمسلمين. وبالتالي حجتهم أنه أنت اعتديت علي، أنت احتللت هذا المكان. وإخواننا في العالم الإسلامي عليهم أن يعرفوا على أنه لا يوجد في المجتمع الصهيوني المحتل، نحن لم نحتله. صحيح. نحن لم، من حقنا، وأتى إلى بيتي من حقنا بموجب القوانين الدولية، لا أقول القوانين الإسلامية، بالقوانين الدولية أن نقاتل المحتل. أنا سألت طلابي غير المسلمين في اسكتلندا، سألتهم سؤال، لو جاء الإنجليز واحتلوا اسكتلندا ماذا تفعلوا؟ قال كلنا نلبس الزي العسكري ونذهب نقاتل المحتل، ولن نفرق بينها. عند هذه النقطة أخذ حضرتك سؤال إن شاء الله بعد الفاصل عن ما ذكرت إخواننا المسلمين، عن دور أو أهمية المسجد الأقصى لدى عموم المسلمين تاريخا وعقيدة وكل إن شاء الله، لكن بعد فاصل قصير. نلقاكم مشاهدينا بعد فاصل قصير إن شاء الله رب العالمين، ونتابع الحوار.